يعني يفترض. معانا الاستاذ اسلام. مساء الخير يا استاذ اسلام. خير عمر، ازيك؟ انا بس متصل مخصوص. انا صوتك بس مش سم... يعني مش واصلني، يا ريت تعلي صوتك. انا مخصوص، انا اللي اتصلت الحقيقه، لان المقدمه بتاعتك امبارح هي كانت مبهره. حبيت اشكرك على الهوا بدل ما اشكرك في مكالمه خاصه بيني. لا احنا بنتكلم، انا قلت حتى انا مش بدافع عن اسلام بحيري، لان اسلام بحيري اقدر. صحيح. على الدفاع لأن اصلا يا عمرو، لان اصلا اسلام بحيري حتى ما بيدافعش عن نفسه. نعم. بيدافع عن فكره كلنا او اغلب الناس او مجموعه كبيره من الناس مؤمنين بيها ولازم ندافع عنها. حتى انا ما بدافعش عن نفسي، انا بدافع عن فكره اقتربت من الضياع واقتربت من كل المميزات اللي قدرنا نحصل عليها في الاربع سنين فكريا، بتنتهي تماما بقانون فيه عوار فكره ازدراء الاديان، بتنفيذ لي فيه عوار فكره ان اي شخص محتسب يستطيع انه يجيبك يجرجرك في المحاكم، والدستور الغى قضايا الحسبه، لازم النيابه هي اللي تختصم، وده اللي دفعنا بيه في القضيه الاولى، والنيابه فعلا هي اختصمتني، ثم انا اخذت البراءه في القضيه الاساسيه الاولى، ولذلك القضيه حتى هذه القاضي للاسف لم يلتفت حتى ان الذي مقيم الجنحه المباشره هو شخص عادي ليس له حق التقاضي او انه يقاضيني، لانه ليس له مصلحه كما يقول القانون. على العموم، بعيد عن القانون، لان الجانب القانوني قد اكون يعني قلته او كتبته على صفحتي الشخصيه، وده لا يعني الناس فهمت كتير ان لسه في استئناف، وان احنا عملنا استشكال في تنفيذ الحكم عشان موضوع الحبس حتى مرحله الاستئناف. انا بس متصل اشكرك انت، لان ده دور الاعلام في نظري، بعيد عن اسلام تماما، لان انا نفسي زي ما بقول لك ما بدافعش عن نفسي، ده دور الاعلام ان احنا نقول قد ايه احنا بنرنو وبنهدف للحريه والاعمال العقل، برنامج كل هدفه. وانت صدفتني مره زمان في بدايه الازمه في استوديو قدامك على الترابيزه، وقلت لك حتى انا بشاركه في كلمه اعلامي، لكن وشرف ليا، لكن انا بقدم حاجه ما عنديش غيرها، انتم متعددين المواهب. يعني في النهايه البرنامج كان كل هدفه ان يحيي دور العقل اللي انت اكيد شفت بعض حلقاته، وانه يدافع عن النص اللي انت سميته امبارح الكتب السماويه، وده توصيف صحيح، يدافع عن النص، يقول النص لم يقصد ذلك ولكنه فسر خطا. فتخيل واحد يدافع عن النص الاكبر اللي هو القران، ثم النص التالي اللي هو السنه، يتهم انه بيفتريهم، شيء لا يمكن تصوره في بلد زي مصر. انت اسلام، في سنه زي النهارده، في لحظه بعد اربع سنين عانينا جميعا ونضلنا جميعا في مسألة الإصلاح الديني. إسلام، أنت يعني أخذت براءة في قضية مشابهة. طبعاً، خلي بالك، يعني هقول لك نقطة قانونية، وأنا يمكن حابب أحيي أو أثني على ما قلته أنت فكرياً، لكن مفيش مشاكل نتكلم في القانون. أنا القضية الأساسية في الإصدراء أخذت فيها براءة، حكم نهائي بات، طعن عليه من النيابة ورفض الطعن فاستقر للأبد. وكان يجب بالقانون الجنائي انه اي قضيه اصدراء تسقط، فسقط كتير جدا منهم الا اللي كان عليا فيها حكم غيابي، لاني ما اعرفش القضيه اصلا، ما شفتهاش. فلما طعن بالمعارضه لان ده حكم غيابي، كان يجب هنا الوجوب ليس مني ولكن من القانون على القاضي ان ياخذ بالقانون الجنائي الذي يقول انه لا يجوز النظر للقضيه المماثله لانها سبق الفصل فيها. خلاص، انا لا احاكم على تهمه واحده في برنامج واحد في قضيتين، انا خدت براءه يجب ان تجب اي شيء امامها. القاضي لم يلتفت لده، بل انه اصلا تأييد الحكم كان على شكل اجرائي فقط، ان انا ما جيتش الجلسه، وحقي ان انا ما اجيش الجلسه، القانون يسمح لي ان انا ما اجيش الجلسه. هو قال له فين هو؟ قال له يا فندم وجوده مش وجوبي، يعني ليس وجوبيا ان ياتي للجلسه. قال له لا وجوبي، وهو كده يعني القانون يفصل بينهم طبعا في مرحله الاستئناف. ففي خلال دقيقه تخيل قضيه فكر يتهم فيها انسان في يعني اكتر من العرض والشرف، تضيع مستقبل وطن مش عشان شخص وعشان الفكره، لم يناقشني القاضي ولم يرني لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه. يعني ده شيء خيال، لو قضيت اقول لك اي تهمه ثانيه ماشي، لكن فكر وبيتكتب فيه حيثيات. طيب الحيثيات الاولى اللي كتبت في قضيه 24/6، يعني الحيثيات طلعت يوم 12 اغسطس 2015 بتقول بالنص أن إسلام بحيري كان يبحث عن فهما جديدا، عن فهم جديد للشريعة، وأنه يملك مشروعا كان يجب أن نتبعه. دي حيثيات براءتي السابقة على الإدانة، المفروض تجب أي إدانة. ما هو ده القاضي لم يرني يعني وأصدر حكمه. يلا كده، بيخلي في علامات استفهام كتيرة إسلام.